السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا إلى الأسبوع الأخير من الوحدة الثامنة، الأسبوع 32، تقويم ودعم نص أدبي نادي الألعاب الرياضية، وهو آخر أسبوع في السنة الدراسية وينتهي المقرر. إذن المنار في اللغة العربية، على بركة الله نقرأ النص. نادي الألعاب الرياضية، بنادي الجزيرة قف ساعة وشاهد بربك ما قد حوى، ترى جنة من جنان الربيع تبدت مع الخلد في مستوى، جمال الطبيعة في أفقها تجلى على عرشه واستوى، فقل للحزين وقل للعليل وقل للملول هناك الدوى، مكان لعمرك ما حل في نواحيه ذو الحزن إلا سلا، له ملعب فيه ما يشتهي محب الرياضة مهما غلا، لكل فريق به لعبة تلائم من سنه ما خلا، ولعب هو الجد لو أننا نظرنا إليه بعين النهى، وقد زاد ألعابه بهجة، مكان فسيح معد لها، صراع وعدو بعيد المدى، ووثب يكاد ينال السها، وشاهدت عداءهم قد عدا 30 ميلا وماء وها. حافظ إبراهيم. إذن ماذا تشاهد في الصورة؟ اقرأ العنوان واذكر بعض الألعاب التي تمارس عادة في النوادي الرياضية. إذن على بركة الله، إذن الصورة، أشاهد في الصورة ملعبا لكرة القدم وجمهور غفير يملأ الملعب. أما الألعاب من خلال عنوان النص، الألعاب التي تمارس في نراها كتابة. إذن السؤال الأول، أشاهد في الصورة ملعبا لكرة القدم وجمهور، إذن أشاهد ملعبا وجمهورا غفيرا يملأ الملعب. الألعاب التي تمارس في النوادي الرياضية سواء رياضة جماعية أو فردية، أمثلة لذلك ككرة السلة، كرة المضرب، كرة الطاولة، العدو والجري، السباحة، ركوب السيارات والركمجة، ومجموعة من الألعاب التي تعرفونها بطبيعة الحال. إذن الشاعر هو حافظ إبراهيم، وهو شاعر مصري تلقى تعليمه بالقاهرة. نعم، إذن بعد أن نكون قد قرأنا المفردات وشرحنا بعضها حتى يتسنى لنا فهم النص فهما جيدا مستوعبا بكيفية تحتيح لنا الإجابة عن أسئلته، نأخذ السؤال الأول. إذن عن أي نادي تتحدث القصيدة؟ إذن في بداية القصيدة انظر معي، بنادي الجزيرة. إذن هذا النادي يسمى نادي الجزيرة. إذن نادي الجزيرة، تتحدث القصيدة عن نادي الجزيرة. بما شبه الشاعر هذا النادي؟ إذن شبه الشاعر هذا النادي في هذا البيت الرابع، قال: فقل للحزين وقل للعليل وقل للملول هناك الدواء. إذن شبه النادي بدواء، كأنه الدواء الذي يداوي الحزين والعليل والملول. إذن شبه الشاعر شبهه بالدواء لكل عليل وحزين وملول. ملول والذي مل أصابه الملل. ماذا يجد محب الرياضة في هذا النادي؟ إذن عودة إلى النص، إذن له ملعب فيه ما يشتهي محب الرياضة مهما غلا. إذن هذا المحب يجد ما يشتهيه في هذا النادي، كل ما يريده يجده. إذن يجد محب الرياضة كل
ما يشتهيه في نادي الجزيرة من ألعاب وترفيه و و و و و إذن ما الألعاب التي أشار إليها الشاعر في القصيدة؟ إذن كذلك نأخذها دائما من النص حتى نعرف مكانها. صراع، إذن صراع، عدو، عدو بعيد يعني طويل المدى، وثب. إذن هذه مجموعة من الألعاب. إذن الصراع يعني المصارعة، العدو يعني مثلا الماراثون أو العدو الريفي، العدو الطويل، ولكن في داخل النادي بطبيعة الحال العدو الطويل، الوثب والقفز. نعم، في فقرة أحلل وأركب، استخرج من النص الكلمات والعبارات التي تدل على مرافق النادي الجو السعيد. يعني بعض العبارات ربما تجدون عبارات أخرى. إذن الملعب، كلمات ملعب، مكان فسيح له علاقة بمرافق النادي. ترى جنة من جنان الربيع، هذه عبارة يعني ترمز إلى أحد مرافق النادي. صراع، عدو، وثب، يعني هذه مرادفات قد نربطها به، حيث لأن المصارعة والعدو يلزمها مكان مرفق في النادي. الجد، الجو السائد، الجد، البهجة، هناك الدواء، ذو الحزن إلا سلا. إذن بعض العبارات التي لها ارتباط بالجو السائد. نعم، ما الأدوار الاجتماعية والتربوية التي يقوم بها هذا النادي؟ إذن من خلال فهمنا لأدوار النادي عموما أو الأندية عموما، قد نقول قد أدوار يعني يقوم هذا النادي بتوفير الفضاء المناسب لممارسة ألقاب ورياضات مختلفة في جو يسودها الحب والانسجام والتناغم. ويساهم كذلك هذا النادي في تنمية مهارات الأفراد والجماعات بكيفية رائعة. ولك ما تشاء أن تقوله، يعني فكر في بعض الإجابات الأخرى، هذا فقط للمساعدة. فسر قول الشاعر فقل للحزين وقل للعليل وقل للملول ماذا أقول لهم، هنا الدواء. إذن نفسره. إذن ينادي الشاعر، ينادي الشاعر كل مهموم ومغموم بالالتحاق بنادي الجزيرة. لماذا؟ لأن هذا النادي يكشف الغم والحزن، وكل من جاءه يخرج مشافا. نعم، لأن واضح هذا الجواب، يعني اجتهاد. إذن بالنسبة للسؤال أتذوق، إذن هنا له علاقة بالذوق، بماذا استنتجته أنت من القصيدة وما أعجبك وما أثار انتباهك. إذن بيتا، اختر أنت بيتا يعبر عن روعتي وجمالي النادي. إذن بالنسبة لي اخترت هذا البيت، اخترت هذا البيت الذي عبر فيه عن روعتي. ترى جنة، وهل هناك أروع من الجنة؟ ترى جنة من جنان الربيع تبدت مع الخلد في المستوى. لهذا اخترت هذا البيت، لأنه يعبر عن الجنة، والجنة هي مرادنا جميعا، فالجنة كلمة ترف لها القلوب. إذن ترى جنة من جنان الربيع تبدت مع الخلد في المستوى. نعم، إذن نمر إلى سؤال آخر. اختار كذلك من النص بيتا يعبر في الشاعر عن إعجابه بالنادي. ما هو هذا البيت؟ مكان لا عمرك. إذن هو يقسم، وصلنا إلى درجة القسم، فهذا البيت هو الذي عبر فيه عن إعجابك. قال مكان لا عمرك ما حل فينا وحيد الحزن إلا سلا. ومعنى سلا كما رأيتم هنا سلوا وسلوانا، يعني شيء نسيه وطابت نفسه بعد فراقه. إذن هذا هو البيت الذي عبر فيه الكاتب عن روعة النادي. مكان لا عمرك ما حل في نواحيه ذو الحزن إلا سلا. ونأتي إلى السؤال الأخير. أنشد الأبيات الثلاثة الأولى مستحضرا إيقاع القراءة الشعرية. على بركة الله نرى هذا البيت وماذا نقول.
سنقرأه قراءة معبرة. ماذا نقول؟ بنادي الجزيرة قف ساعة وشاهد بربك ما قد حوى، ترى جنة من الجنان من جنان الربيع تبدت مع الخل في مستوى، جمال الطبيعة في أفقها تجلى على عرشه واستوى. وبهذا نكون قد أتينا على ختام هذه الحصة في انتظار التراكيب. الدرس موالي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.